عودة من جديد إليكم متابعينا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ليلة الإسراء والمعراج، هذه الليلة المباركة التي أتاها الله إلى رسوله الكريم بعد أن حاصرته قريش وبعد أن ضاقت به أحوال الدنيا، فكانت المتنفس. وفي كل عام يحتفي ويحتفل المسلمين بهذه الليلة المباركة، محطة لفعاليات الإسراء والمعراج. نتابع ومن ثم نعود. السيد الشرفي، هذا الرجل العالم العلامة والبحر الفهامة، هذا الرجل الذي نشهد له بالصلاح والفلاح، ونشهد له بالعلم والتواضع، ونشهد له بمكابدة الليل، ونشهد له بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبة الصالحين، ونحن نحسبه من الصادقين، ومن أحب قوما فهو منهم بشارة. فالشيخ محمد السيد طريقته طريقة غادرية، سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا العلم العلام المعروف المعلوم في السماء وفي الأرض، والذي يتحدث عنه العلماء ويتحدث عنه الثقات من أهل الدين وأهل المعرفة، فينتمي إلى هذا البيت القادري سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأقام بهذا المقام المنارة، وهو اسم على مسمى، وإنه أقام بالمنارة منارة، فلذلك دائما نعرفه أنه يهتم بأهل القرآن، ويهتم بأهل الخلاوة، ويهتم بأهل الذكر، ويهتم بأهل التصوف، ويهتم بإحياء المواسم الدينية جميعها دون تفريز. وما ذلك لعمري إلا لأن قلبه قد عمره بالله سبحانه وتعالى وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك دائما وأبدا نجده في حلقات القرآن وفي حلقات الذكر، وكان يواصل الأخوان في جميع مناسباتهم لا ينقطع أبدا، وكان محبا لجميع الصالحين ولجميع الطرق، فلذلك نجد هذا الاحتفال الذي يقيمه كل أخواننا في الطريق في التصوف من جميع بمختلف مشاربهم وبمختلف طرقهم يأتون إلى هذا المكان، فهو رجل محبوب للجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل إخوانا معه خالص لوجه الكريم، لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهو من هذا المعين الصافي الذي شرب منه من ثدي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وأحبه الناس على هذا النمط وعلى هذا المنوال، وما زال إخاؤنا معه متواصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نرحب بضيوفنا الكرام الطرق الصوفية جميعا وشيوخ الطرق الصوفية خاصة، وأحبابنا وأصدقائنا الذين شاركونا فرحتنا في ليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي غسلت فيها أحزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلت في قلبه الفرح والسرور. نتمنى أن تكون ليلة فرح وسرور على أمته الإسلامية. أكرر ثاني وأشكر قناة النيل الأزرق التي صباغة دائما في مشاركتنا أفراحنا ومراسمنا الدينية، وأشكر أهل المنارة مربع ستة خاصة الذين وقفوا معنا وشاركونا فرحتنا، وأشكر أصدقائنا وأخواننا الذين صباغين لذلك.
من غير نذكر أسامي، لأنهم كلهم أخواننا وأحبابنا وأصدقائنا. ونتمنى للأمة الإسلامية جميعا الازدهار والرخاء، ونتمنى الفرج، نتمنى الفرج للشعب السوداني خاصة. بات النبي المعشوق حليل درجا بيفوا خالق المخلوق يا بسط العرض رافع السماوات فوق حليل درجا بيفوا يوح الحلنا المغلوق لو صلي المدينة فيها بالشوق حليل درجا بيفوا قال بات النبي المعشوق حليلي درجا بيفو ايو سنيت بالمعشوق النبي المكرم الهينا باقي شفوق حليلي درجا بيفو يوم الناس حيارته يوم الناس حيارته ايو حلول الشفاعة وجو حلحل المذنوب حيارته يوم الناس حيارته يوم الناس حيارته يوم الناس حيارته يوم الناس حيارته. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أفضل خلق الله أجمعين الذي خصه الله سبحانه وتعالى من بين الأنبياء والمرسلين بالإسراء والمعراج ورؤيته تبارك وتعالى في تلك الليلة المباركة، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه البراق بسبب مع سيدنا جبريل عليه السلام، ثم أسرى به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وجمع له الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى كلهم حضور، فصلى بهم إماما ثم انطلق إلى السماوات العلى حيث السماء الدنيا، فاستأذن جبريل ثم فتح لهم الباب، ثم إلى السماء الثانية وإلى الثالثة وإلى الرابعة وإلى الخامسة وإلى السادسة وإلى السابعة وإلى سدرة المنتهى حيث توقف جبريل عليه السلام، ووصل صلى الله عليه وسلم مقاما توقف فيه سيدنا جبريل، فلذلك هو أفضل خلق الله على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، وأفضل الخلق جميعا أحمده صلى الله عليه الله نعم السيد. معروف إن الإسراء أسر به من المسجد الحرام إلى الأقصى، فالإسراء لذاتها سبحانه وتعالى إن ربنا أحبه وخلاه إنه يتقرب عليهم، وكان جبريل هو ماشي معاه في كل الرحلات دي، والقصة طبعا معروفة بالنسبة للإنسان، فعلى هذا الأساس إن ربنا سبحانه وتعالى قربه عليه وشاف ما شاف يعني. فالناس مرات بينكروا عن الحياة دي، لكن أنه يكفينا شرفا بأنه هو مثلا أسر به، فعلى هذا الأساس أنه نحن نؤمن إيمان قاطع، والقرآن ذكر الكلام ده ما خلى شيء، والأحاديث الواردة كثيرة وثابتة، فالناس ممكن تحتفل بالحاجة دي. ليه؟ أنت لما تحتفل بجعل لأنه مجيدك أنت مولود جديد بتفرح به، فكيف أن نحن ما يعني ما نفرح بإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة للأمة. جينا مشاركين في هذه الليلة المباركة الطيبة مع السادة القادرية وابننا محمد سيد حاج شرفي، ولدي حاجة بسيطة أود أن أذكرها في البردة بتاعت الإسراء والمعراج. سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترغى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مقدوم على خدمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة في إحيائها. وهذه الليلة طبعا كانت بالنسبة لرسولنا الكريم رسول الرحمة، عملية بتاع الترفيه بعد ما كان مغموما ومهموما من جراء المشركين، ونزلت عليه بردا وسلاما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويحقوا كلمة الحق والدين.
كزرواسي أصحاب رقبو كزرواسي وشالوا الهند للفقر يا واسي حين يسمعوا رزة النحاسي تاتيك رجالا شجاع الباسي هانوا للكفرة الأنياسي صدق عمر دق لنا السازية صدق عمر دق لنا السازية ساسي عثمان مع حيدر العباسي رحنا زور أي صلاة وسلاما بلاقي يا عزيزي صلاة وسلاما بلاقي يا عزيزي بعد ما تحركت أنفاسي مخلوق جميع جن ملك وناس كلامهم ظاهرا وسواس ما كنت بحرفا على غرطاس صابوني قال يا شفيع الناس صابوني قال يا شفيع الناس وعند الممات تجيب عن راسي راح نزور شفيع الناس وذكرى الإسراء والمعراج هي من أعظم الذكريات أو المناسبات الموجودة في ديننا الإسلامي الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما زار الطائف لدعوتهم للانضمام لدعوة الدعوة الإسلامية هوجم وأوذي وقذف الحجارة من الصغار والكبار وأوذي وما يعني ما توانى في الاستمرار في دعوته وقال دعاه المشهور لله سبحانه وتعالى اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني يا من تكلني تتركني إلى من تكلني إلى عد إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري وإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الطيبة المباركة في هذه البقعة في رحاب أخينا وجارنا الشيخ محمد سيد حاج شرفي الذي دأب على الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام ومعه هؤلاء الرجال الذين يشدون من أزره في رجال المنارة الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون عمل الخير ويحتفون ويشدون من أزره في هذا الاحتفال في بسيد البرية وبهذه المناسبة العظيمة الطيبة المباركة. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. والسيرة النبوية ودين الإسلام الحنيف كثير جدا من القصص فيها كثير من الأشياء هي لحكمة وهي نور للمؤمن في كثير من تفاصيل حياته إذا ما تأمله بعين العقل وإذا ما رجع لها وإذا ما كان ارتباطه بدينه وثيق لأن لم يحدث شيئا عبثا. فسبحان ربنا العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتواصل معكم مشاهدين الكرام لكن فاصل إعلانه من بعده هنتواصل.